مفيش احلى من المخبوزات في البيت، بجد ريحه المخبوزات بتفرق جدا. هعمل معاكم النهارده البقسماط، عايزه اقول لكم دي من احلى الوصفات اللي انا عملتها، بجد طريقه سهله جدا وكمان مش مكلفه. اول حاجه انا جبت معلقه من الخميره ومعلقه من السكر ورشتين كده من الملح ونص فنجان او فنجان كامل من الزيت، طبعا نص كوبايه من الميه الدافيه، هخلي النص التاني اول ما احتاجه هضيف. طبعا لازم ادوب كل المكونات دي كويس جدا، واول ما اتاكد من ذوبانها هبتدي انزل بالدقيق حوالي نص كيلو كده على حسب، لو احتجت دقيق هضيف وكمان لو احتجت ميه هضيف. هبتدي كده اقلب كل المكونات دي كويس مع بعض، زي ما انتم شايفين هبتدي اشيل المعلقه واعجن بايدي. طبعا لنجاح اي عجين لازم نعجن كتير جدا، ما نستخسرش كده في العجن، يعني نحاول ان احنا نطول علشان العجينه تبقى مظبوطه معايا وتديني النتيجه المطلوبه. طبعا علشان نضمن نجاح اي مخبوزات هنزود طبعا عجن، نعجن كتير جدا، زائد ان احنا نظبط المقادير. هنا طبعا احتجت شويه ميه دقيق، شويه ميه تاني فضفتهم وابتديت اعجن كويس جدا. بعد ما العجينه خلاص اتلمت معايا هدهنها كده حبه من الزيت من فوق واغطيها باي حاجه بلاستيك زائد فوطه علشان تفضل دافيه تختمر معايا بسرعه. هنا بعد ما اختمرت معايا زي ما انتوا شايفين والكميه ضعفت، هبتدي اخدها واشكلها. طبعا تشكيل البقسماط شبيه جدا بالفينو، هجيب كده هنا كوره صغيره جدا. طبعا البقسماط معروف ان هو رفيع، فنحاول ان احنا نصغر العجينه علشان ما تخمرش معايا وتضاعف الكميه فيتقلب يبقى عيش فينو مش بقسماط. طبعا هجيبها وافردها بالطول وابتدي اضغط عليها والفها رول زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طبعا هحاول اخلي الجزء اللي هو ملفوف اللي هو كان سايف الاول هخليه من تحت، ومن فوق كده هخلي العجينه اللي هي متساويه. هبتدي احطها في الصاج زي ما انتوا شايفين، وكمان هبتدي ارش عليها سمسم كده بصوابعي بالراحه علشان خاطر السمسم يجي على البقسماط بالظبط وما يقعش على الصينيه. وهبتدي كمان اضغط عليه ضغطه بسيطه علشان يلزق معايا كويس في البقسماط من فوق. دي من اسرع المخبوزات اللي انا بعملها، سريعه جدا مش بتاخد وقت معايا خالص. هنا طبعا هبتدي اشكل باقي الكميه زي ما انتوا شايفين، كل مره باخد كوره على قد اللي قبلها، وهبتدي كده ابرمها مثلا بايدي او ابرمها على الرخامه، وابتدي كده ادوس عليها واضغط عليها والفها رول زي ما شرحت لكم قبل كده حوالين نفسها. اهم حاجه ان اقفل الرول ده كويس جدا علشان بعد السوى ما يفلتش كده مني ويبقى الرول كده في كل جزء منه في حته. هبتدي كده برضو ارص في الصينيه وبرضو اجيب سمسم واكرر نفس اللي عملته قبل كده بالراحه جدا. هضيف السمسم علشان ما يقعش على الصاج ويجي بالظبط على البقسماط او على العجينه فيلزق فيها، واضغط عليها علشان ما فيش حاجه تطلع من بره. عايزه اقول لكم طبعا ممكن نرش سمسم وحبه البركه او سمسم بس على حسب المتاح، لكن غالبا البقسماط بتكون بالسمسم بس. عايزه اقول لكم ريحه السمسم مع المخبوزات رهيبه جدا فعلا، ملهاش حل. هنا طبعا هبتدي اخلص باقي الكميه كلها. انا هنا عملت كذا واحده معاكم علشان اوريكم بالتفصيل ازاي بيتعمل البقسماط علشان ما نغلطش، وكمان لو احنا عرضنا العجينه هيتقلب يبقى معايا عيش فينو مش بقسماط. كل ما ارفعها كل ما تظبط معايا. طبعا ده غير طريقه الباتون ساليه، طبعا طريقته مختلفه عن البقسماط، شبيهه شويه في العجينه، زائد ان الباتون ساليه بنضيف له كمون وملح وبنملح العجينه، والعجينه بتاعته مش بتبقى سايله شويه كده، بتبقى ماسكه نفسها كده جامد. طبعا مختلف شويه كده عن الايه، عن البقسماط. طبعا البقسماط بينفعنا جدا اوقات المدارس علشان خاطر الشاي بلبن والاطفال بيحبوه جدا، وكمان علشان خاطر احنا بنحب المخبوزات جدا في الشتاء. اول ما يجي الشتاء نبتدي كده في المخبوزات ونبتدي كده نشكل كده ونعمل مخبوزات جميله جدا تدفي كده مع المشاريب السخنه. عايزه اقول لكم ان فعلا البقسماط سهل جدا،
ما خدش معايا وقت. يعني انا وبشكل كنت مستمتعه اثناء ما انا بشكل، مستمتعه بيه جدا، لانه ملمس العجينه كان مظبوط جدا معايا والعجينه مش بتلزق معايا نهائي. هنا طبعا بوريكم الجزء اللي انا بقفل فيه البقسماط كده من الناحيه التانية. طبعا هنا مليت صينيه وهبتدي املى الصينيه التانية. نستخدم اي صواني بتتحط في الفرن عادي جدا. هنكون طبعا دهنين الصواني دي حبه كده من الزيت في ارضيه الصينيه علشان ما تلزقش معايا. وهنا بعد ما خلصت الصواني طبعا هسيبها تخمر قبل ما ادخلها الفرن. لازم تختمر كويس قبل دخولها علشان ما تبقاش مكتومه معايا وتبقى هشه وطريه. هنا بعد ما دخلتها الفرن وطلعت زي ما انتم شايفين لونها ذهبي ومقرمشه، ريحتها رهيبه. يعني هي قبل ما تطلع من الفرن كانت الريحه بصراحه جميله جدا. طبعا الفرن بتكون سخن في الاول، بعد كده بنخليها متوسطه، احنا مش محتاجينها عاليه علشان خاطر ما تحرقوش، كمان علشان يبقى مقرمش ويتكسر معانا كده بسهولة، فاحنا بنخليه على نار متوسطة. وطبعا بنسيبه على الصينية يبرد تماما. هنا زي ما انتوا شايفين بيتكسر معايا بسهولة، جربته مع الجبنة وهجربه برضو مع الشاي. طبعا ما نقلتوش من على الصينية غير لما برد تماما وكمان نشف. هنا هبتدي كده اخده واحطه فوق بعضه، لكن طالما هو سخن ما ينفعش ناخده ونحطه فوق بعضه علشان خاطر ما هيبقى لين معايا، مش هينشف زي ما احنا بنجيب البقسماط من بره بيبقى ناشف جدا، مجرد ما بنكسره بيتكسر معانا بسهولة. عايز اقول لكم ريحته فعلا جميلة واوفر بكتير، يعني لما بيتعمل في البيت بيبقى اوفر بكتير. هنا جبت هنا كوباية شاي كده علشان اكل بيه البقسماط. طبعا البقسماط خلاص بقى ناشف معايا، يتكسر كده ودايب دوب، وعارفين طعمه وريحته جمال جدا. كمان طريقته سهلة واقتصادية، ما كلفتنيش كتير يعني، واوفر كتير من بره. الكيلو بره وصل حوالي 60 أو 70 جنيه، فاحنا نعمله في البيت بقى بأرخص. أي دقيق بقى عندنا كده، ونعمل شوية معجنات حلوين للأطفال ولينا علشان خاطر دخول الشتاء والمدارس، فجربوه بنفس الطريقة دي هيعجبكم جدا، وامشوا على نفس الخطوات. من سهولته وطعمته هتعملوه كده، يعني كل ما يخلص معاكي هتبتدي تعملي بقى في غيره. زي ما انتوا شايفين هنا بيتكسر معايا كده بكل سهولة، مقرمش جدا. جربوه بنفس الطريقة وهيعجبكم.